زيارة القاسم بن الحسن عليه السلام. السلام على القاسم بن الحسن بن علي عليه السلام، المضروب هامته، المسلوب لامته، حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمه كالصقر وهو يفحص برجله التراب، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال: عز والله على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك، وأنت قتيل جديل فلا ينفعك هذا، والله يوم كثر واتره وقل ناصره، جعلني الله معكما يوم جمعكما، وبوأني مبوأكما، ولعن الله قاتلك عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي عليه لعائن الله.